الأخبار الاقتصادية من قناة دبليو تي في، أهلا بكم. أعلنت وزارة المالية العراقية عن إطلاق أكثر من 53 مليار دينار ضمن المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة في الموازنة الاستثمارية. وقالت الوزارة في بيان لها إنها تواصل إطلاق المبالغ المخصصة لمحافظة البصرة ضمن الموازنة الاستثمارية، مشيرة إلى إطلاق أكثر من 53 مليار دينار ضمن النفقات الاستثمارية التي تلبي حاجة المواطن البصري. وأضافت الوزارة إنها تم تمويل أكثر من 24 مليار دينار ضمن المشاريع الاستثمارية للمحافظة. أطلق مصرف الرافدين وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 5 و10 ملايين دينار عن طريق أدوات الدفع الإلكترونية. وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان له أنه تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة بواسطة الماستر كارد الدولية لنحو 1569 موظف. وأضاف بيان أن صرف تلك السلفة تم عن طريق إبلاغ الموظف عبر إرساله رسالة نصية تقتضي منح السلفة، وذلك بعد أن استكمل كافة الإجراءات القانونية. أعلنت وزارة النفط أن إنتاجها من الغاز المصاحب خلال شهر تموز الماضي بلغ 2893 قدم مكعب قياسي يوميا، حيث بلغ إنتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب 405 باليوم الواحد، والمحروق منه بلغ 1440 باليوم الواحد. أعلن محافظ كركوك وكالة ركان سعيد الجبوري عن صرف موازنة كركوك الاتحادية للعام 2018. وقال الجبوري في بيان له إنه تم صرف الموازنة بنسبة 100% وبقيمة أكثر من 71 مليار دينار، مبينا إن 50 إلى 60% من الموازنة سيتم صرفها كمستحقات للمقاولين لكي يتعهدوا بإكمال مشاريعهم لعام 2014 المتوقفة وتحسين واقع الخدمات. اتخذت تركيا خطوة مفاجئة بحق المصدرين في محاولة قالت إنها ستدعم الليرة التركية التي تشهد انهيارا غير مسبوق. تحذيرات من إن هذه الخطوة التي جاءت دون التشاور مع المصدرين ستؤدي إلى نتائج سلبية. وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة التركية أصدرت مرسوما يجبر المصدرين على تحويل معظم إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة، ويتعين على المصدرين أن يحولوا 8% من إيراداتهم من النقد الأجنبي إلى الليرة في غضون 180 يوما. وفي خبرنا الأخير، تراجعت أسعار النفط حيث أثر اضطراب الأسواق الناشئة على المعنويات، إضافة إلى قرب فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المحتملة على سلع صينية إضافة بقيمة 200 مليار دولار. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة إلى 68.57 دولارا للبرميل بانخفاض 3 سنت عن التسوية السابقة. وجرى تداول عقود الآجل خام برنت بانخفاض 4 سنتات عند 77.23 دولارا للبرميل. إذا مشاهدينا الكرام، انتهت الأخبار الاقتصادية، وهذه عودة للزملاء في استوديو الأخبار.